السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا ان الفيسبوك او الميتا عامل حاجة اسمها لاما، وقلنا ان هو لارج لانجويج موديل، يعني حاجة عاملة زي شات جي بي تي وجوجل بارد، تقدر ان انت تسألهم وتعمل مناقشة معاهم. والميزة ان ده اوبن سورس، فتقدر ان انت تحمله لما تو وتسطبه. شرحنا فكرة التحميل ازاي، يعني بتقول له داونلود ذا موديل ويبدأ ياخد منك الايميل بتاعك ويبدأ يبعت لك، تقدر انت تحمله بعد كده من خلال البرمجة تبدأ ان انت تسطبه ان شاء الله. طيب لو انت عايز تجربه بقى، يعني انا مش عايز احمل، انا عايز ان انا اجرب، سيب لك موقع هو مثلا تقدر انت تجرب فيه، تمام؟ وبيقولك عايز اني اصدار، فتقدر تختار الاصدار اللي انت عايزه وتبدأ تسأله اي سؤال انت عايزه. بالعربي مجربتش، بس بالانجليزي بيبدأ ان هو يتجاوب معاك. يعني خلينا نسأله كده سؤال، تمام؟ بدأ على طول ان هو قال لك انها روسيا، وبدأ يجيب لك ان هي المساحة بتاعتها، وزي ما انت شايف ان هو سريع ما كملش ثانية وهكذا. فدي من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تجربها. هو ده تبع موقع احنا شغالين عليه كتير، بريكستي، وده اللاب اللي جواه، يعني بحيث ان انت لو عايز تجرب حاجة جديدة، انما ده الاصل هنا، تمام؟ ده هنا ممكن برضو تسطبه او تشتغل عليه اونلاين، تقدر تسأله اي سؤال، تقدر تعمل له فايل، ترفع له ملف بي دي اف وتسأله. يعني كان في ناس بيسأل انا عايز اسأل شات جي بي تي على كتاب، فممكن تستخدم دوت في ان انت تسأله، تمام؟ بيقول لي في برو بفلوس، فبقول له لا خلينا ببلاش، او بلاش كتر منه، ده مبلاش كتر مش مشكلة، تمام؟ خلينا ناخد نفس السؤال اللي احنا سألناه هنا ونروح نسأله هنا ونشوف الإجابة هتبقى عاملة ازاي. تمام، بدأ يجيب لك معلومات وبدأ يجيب لك كمان مراجع لو انت حابب ان انت تتأكد من المراجع دي، فدي برضو ميزة كويسة. وفي ان انت تعمل شير على تويتر واتساب او فيسبوك او تعمل نسخة، يعني ممكن السؤال ده تنسخه وتبدأ ان انت تشاركه مع الناس، وتقدر ان انت تعمل له داونلود كمان التطبيق، تمام؟ على الاي او اس او اندرويد او كروم، بحيث يبقى الديفولت سيرش بتاعك او الكروم اي اي وهكذا. وبرضو ده موقع تاني تقدر ان انت تجربه، تمام؟ بس بياخد وقت شوية. او ميزة الموضوع مادام اوبن سورس، فممكن اي حد يسطبه عنده ويبدأ ان هو يقدم الخدمة دي للناس. ده موقع تاني، الموقع ده فيه ميزة ان هو حاطط كذا ذكاء صناعي، يعني حاطط الباكا في شات جي بي تي 4 في دوت في لاما في اذر، تمام؟ تقدر ان انت تجرب المودلز ديت وتختار وتشوف انه واحد فيهم الاحسن، وتقدر تسطبه على الماكنتوش. انا هسيب لكم الروابط دي كلها بحيث ان انتوا تبداوا تجربوها وتشاركونا برضو التجربه بتاعتكم. ولو في اي موقع عجبكم برضو لازم تقولوا لنا عليها عشان نتشارك معلومه بيننا وبين بعض كلنا.